الرحمن الرحيم. مستشفى كرى العام يوجد في مديرية مأرب الوادي، وهو يقدم خدمات جليلة إلى المواطنين. هذا المستشفى كان في السابق عبارة عن مركز صحي صغير، بدعم المجلس المحلي ومكتب الصحة تم توسيعه وتهيئته إلى مستشفى ريفي، ثم إلى مستشفى عام. تم إدخال منشآت جديدة إلى المستشفى، فتح أقسام جديدة، تبني تخصصات جديدة. الآن المستشفى يحتوي إلى 7 تخصصات. التخصصات الموجودة الآن: أطفال، نساء وولادة، الباطنية والقلب، الجراحة العامة، العظام، الأنف والأذن والحنجرة. وفي العام القادم سوف تدخل خدمات 3 تخصصات أخرى، وهي الأسنان والمسالك البولية والجلدية. تم توسعة المستشفى بالمباني، وتم توسعته أيضا بالأجهزة والمعدات الطبية الضرورية لتهيئته إلى مستشفى عام. تم ربط المستشفى بشبكة أكسجين مركزية إلى غرف العناية المركزة إلى العمليات، ويعتبر المستشفى الوحيد في مكتب الصحة الذي دخلت في منظومة الأكسجين المركزي إلى الغرف. تم شراء عدة أجهزة طبية تساعد في التشخيص وتسهيل علاج الأمراض، وهذا ما كنا نريد أن نضعكم فيه. وأنتم الآن بتشوفوا بأنفسكم عدد المترددين في المستشفى، وما يزيد عدد المترددين إلا إذا وجدت خدمة مميزة تخدم الناس، فالناس يأتوا. مع فوق أنه المستشفى بعيد عن التجمع السكاني، ومع هذا تجد عدد أعداد كبيرة بتتوافد إلى المستشفى. طبعا بيتوافدوا من المستشفى من عدة مديريات مثل المدينة، الوادي، المجزر، مدغر، رغوان، وكذلك من محافظة الجوف ومن شبوة، من المحافظة المجاورة للمحافظة مأرب. وشكرا.